السلام عليكم. عليكم السلام. مالك يا عادل، في ايه؟ مفيش، سمعت خبر كده وفي الشغل، يعني زعلني شوية. ايه، لغوا التماثيل؟ لا، لغوا الاستظراف. يبقى انت اول واحد هتزعل. لا يا ظريفة، بابا عيان. وايه اللي زعل في كده؟ عيان عيا جامد يا ماما. هيقعد له سنتين تلاتة لحد ما يخلص ذنوبه. ده ذنوبه قد كده. انا عايز اشوفه. ما تبصليش كده، زي ما انت امي، هو برضو ابويا. هو صحيح طلق امي، وصحيح اتجوز صاحبتي، وصحيح شربني في اعار البيوت، وصحيح خلى انصاف الرجال يتحكموا فيا، بس مهما كان ابويا برضو. قولي يا عادل، هو مالي؟ في ايه؟ انصاف الرجال دي احاسبك عليها بعدين. عموما هو عيان عيا جامد، في اشتباه في مرض خطير ورقد في البيت. اشتباه؟ يبقى عياله يومين تلاتة كده وبعدين يقوم زي القرد. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ تلاقيه بس بيعمل حركتين كده على مراته عشان يهبش منها سلسلة ولا غوشتين، زي ما كان بيعمل معايا. بس لا، دي ما يقدرش ياخد منها حاجة ابدا، دي هي اللي عيته. سوى المنطعي دي احقر انسان على وجه الارض. بس بصي بقى يا ماما، ما تزعليش مننا لو روحنا زورناه. لا خالص، ما زعلش، انا ما زعلش من الحاجات دي ابدا. طب جربوا كده، روحوا زوروه شوفوني هزعل ولا لا. ماشي. يعني نروح يا ماما؟ اروحوا، بس قلبي وربي هيبقى غضبان عليك. امك ثم امك ثم امك. ماشي، ثم ابوك عادي. انا يظهر معرفتش اربيكوا كويس. بالعكس يا ماما، انت عشان ربيتينا كويس احنا بنفكر نروح نزور بابا. لكن لو انت بقى مصره على الفشل في تربيتنا، بلاش نزوره. مادام ده هيزعلك بلاش نزوره، مش كده يا سناء؟ بلاش. سناء تعالي، عايزك في حاجه تانية خالص غير موضوع بابا بعد اذنك يا ماما. تعالي. هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي بقى سناء، مفيش حل غير ان انا وانت نتقابل كاننا رايح الشغل وانت رايح المدرسه عادي جدا، وبعدين نزوق ونكت، يعني نروح بقى نقابل بابا. حلوه انكت دي يا واد، فكرتني ايام ما كنت بزوق من المدرسه ايام وليالي مع الواد. بابا يا حبيبي يا بابا. بابا مين يا ام بابا؟ بتزوغي؟ ماشي، انا بقى كنص الراجل زي ما انت بتقولي هعدي لك الموضوع ده. كنت بتزوغي من المدرسه تروحي فين يا بنت؟ والله ما حصل. كنت بتزوغي مع مين اصلا؟ والله ما حصل. وانا بقى كانوا العيال في المدرسه بيقولوا عليا ايه من ورايا؟ ما انا كنت ساعتها ما ببقاش في المدرسه عشان اعرف بيقولوا ايه عليك ساعتها يا عم. ماشي، بس انا مش هعديها لك يا سناء. ماشي حبيبي. خير الموضوع بابا، بكره بقى ان شاء الله نروح لبابا. بس لعلمك يا عادل، انا لازم اتاكد ان البت اللي اسمها الزفته المنطعي دي، الكارته الغتيته البارده ديت، مش موجوده في البيت، وهي بتتنيل تروح المدرسه الصبح، ما بترجعش للظهر. موجوده مش موجوده مش دي القضيه. المهم دلوقتي احنا مش عايزين نركز في اي حاجه غير موضوع بابا. بابا ده لازم نطمن عليه، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له. لا ما ينفعش يا عادل، ما ينفعش اروح البيت وزفته منطعي موجوده في البيت يا عادل، لاني لو شفتها همسكها من شعرها امرشها في الارض مرشه كده، وارتكب جنايه مع سبق الاسره والترصد. كنت بتخرجي مع مين يا بنت؟ والمصحف حصل. مساء الخير رانيا. مين حضرتك؟ سلوى المنطعي يا حبيبتي. سلوى المنطعي، الاسم ده سمعته قبل كده. يا ربي فين منطعي. حضرتك ليكي اي اصول البانيه؟ من اصول البانيه. بالنسبه للبن يعني سيدي الله يرحمه كان شغال لبان، بعد كده طور نفسه، حب يجدد، اشتغل في الزبادي. اجيب لك سلطانيه؟ فين الدوني العره اللي اسمها سناء واخوها النطع اللي اسمه عادل؟ انت كده تبقوا قرايب. بس ما تزعلنيش منك يا حبيبتي، تفهمي من بقك. القرايب ايه؟ ده انا بقول لك من عيله المنطعي، عيله كبيره قوي 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 قوي. ايش جاب لي جاب يا حبيبتي؟ دول عيله رمه، دون واطشيين لمامه، بيشربوا العصير في اكياس بلاستيك. ما عرفوش طريق العصير ابو كرتونه الا لما دخلوا بيتي يا حبيبتي. والله انا ملاحظه ان حضرتك مستفزه منهم بشكل استفزازي بحت، ويعني كده في استفزاز. هل ده ليه اي اسباب من وجهه نظرك؟ ايه يا حبيبتي؟
هو حضرتك مذيعة؟ ياما عدوا عليا ولاد، ما كنت حامل كده، بس المشكلة إن كان في شوية ظروف عليا، بس أنا طبيعتي تثقيفية ومهتمة بالثقافة. طيب يا تثقيفية ومهتمة بالثقافة، شدي طولك كده هاتيلي كوباية مية، وأنتي راجعة هثقف لك. أسطورة. ماشي يا سناء، إن ما فرجتك ماشي. أهلاً أهلاً يا حبيبي، ياللي رامي أبوك عندي رمية الكلب الأقرب وشايل إيدك ونفض، مش صالح بس لما يغور ويروح في 60 داهية تيجي تقولي ساب لي كام؟ ليا إيه ولا إيه يا حبيبي؟ اشرب يا عادل. بابا ماله؟ بابا جرى له حاجه؟ لا يا حبيبي، بابا استمرته خلاص خلصت، بتتمدي بيسلم نمر اللي ما حد فيكم افتكر وجاب سبرينه وجاي طل عليه. ايه عايزين نصرف عليه من جيبي يا حبيبي؟ ايه الغبا دي؟ ايه الصوت ده؟ البيت ده ملوش حرمه ولا ايه؟ مين اللي اهلا اهلا باللي ان شاء الله هتتكفي على وشها في نار جهنم. ادوني العرة اللي مش هتشوف الجواز ولا تخش بيت العدل، يعني محرومة من الاتنين، انك تخش دنيا وانك تخش اخرة، ان شاء الله هتتحرمي منه طول ما انت رمي ابوكي عندي رمية الكلب الاعرج ونايمة جوه حبيبتي على مرتبة ريش. انت غيرت المرتبة يا سناء؟ اتشي 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 اتشي، بتكلمي كده ليه؟ بفوقكوا حبيبتي عشان انتوا عيلة دون جلدكوا تخين. لا 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 لا، كفاية قوي كده بقى، هو يعني عشان سكتنا له مش عارف عمل ايه في حماره؟ لعلمك بقى مش كلنا جلدنا تخين، لعلمك. بس يا مامي كان لازم تسافري اسكندريه دلوقتي، كان لازم تبقي موجوده عشان تتفرجي على سناء وهي بتطرقع. ايه يا سناء؟ ما تخش عليها، ده انت الليبرو بتاعنا. ايه جالك شد عضلي في لسانك؟ ايه قلبت على حسين رياض في رده قلبه ولا ايه؟ قال يا قاعدين في العز ورميين بالكوا على غيركم، خدكم الخام. انت ازاي يا سلوى يا تخشي كده البيت كده عادي يعني؟ الله الله، سناء اللجأة العانس المتطلقة واقفة كده تكلمني راس براس فيس تو فيس. يا نهار اسود، دي من جملة واحدة بس جابت اخرك يا سناء. ايه الست الفظيعة دي؟ دي بتتعشى سم دي ولا ايه؟ هو صحيح سناء المنطيع ده يعني ده اسم انسان ولا حيوان وتحور؟ ماما يا ماما يا حبيبتي يا جيخ يا ماما يا ماما، روحي لماما يا حبيبتي خليها ترضعك ولا تجيلي انا اقوم بالواجب يا ماما. واضح ان حضرتك استهلكت صوتك يعني، اتفضلي حضرتك تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجه حبيبي، شربة من كعاني من هنا من ابوكو. مفيش مانع اضرب لي سندوتشين على السريع كده، ما عنديش وقت. قوي قوي، فرصه الانتقام. رانيا يا حبيبي، بقول لك ايه، اعمل لنا سندوتشات من اللي انت بتحبيها. بكاتش يا عجل، بجد فرصتك. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. ايه حبيبتي ايه دخلت التريقه عليا كده فوست فيس؟ لا ازاي، ده بيتك ومطرحك، ازيك يا مدام؟ احسن منكم كلكم يا اختي. اكيد طبعا، والا ما كانش سابنا وراح اتجوزك. ما هو مقلب وشربته يا حبيبتي، طلع موكوس. معلش يا الله يكون في عونك، ده انت بنت اصول كل الناس بتشكر فيكي. ده انا واطشه، ليه بتقولي بنت اصول؟ شفتي بتتريقي عليا؟ ابدا، ربنا يعلم انا بقول عليكي ايه. انت غلبانه. غلبانه؟ ايوه، واحده من عيله المناطعي وتقع في سعيد القرش تبقى غلبانه. اسكتي يا اختي. ايه؟ اصل هو كان ساعتها يعني احسن اللي تقدمولي، بس ما تجيبي السيره للناس دي، دول ناس واطشين قوي. المهم قعد تخلي بالحنجل والمنجل وكلام معسول يا اختي، دوخني قضى عليا خلاني مش عارفه انطق. اسكتي. حلوه قوي ترويض النمره ده يا ماما، احنا بعد كده بقى نسميكي انعام الحلو. تقصد ايه؟ نسيتوني جايه في ايه؟
اكيد عشان صله الرحم. بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي انا جايه فيه. جي فاتوره علاج الدكاتره والادويه والاستوباليات اللي كنت بروح بها بابوكم. بابوكم؟ ايوه، بكره ان شاء الله يبقى عندي شيك من المبلغ ده. ده بره الحساب اللي هيبقى بينا وبين بعض لما يتكل على الله ويروح في ده. نبقى نقعد بقى يا حبيبي ونتحاسب، ويبقى خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، يا اما هشيله هلا بيله وارميه لكم هنا على بير السلم، وشدة المغرف للمنطعه يجوا لكم هنا، يخلوا اكبر حته فيكم قد كده اهو. ماشي؟ من غير سلام. وبعدين يا دولا انت معاك فلوس تدفعها لها؟ يا ابني انا لو معايا فلوس كنت مشيتك اصلا من البازار، وكنت جبت حد عدل يقعد يساعدني هنا بدل ما انت مرمطني كده. طب ربنا بقى يسهل يا دولا ويفضل حالك واقف كده على طول. اللي اقول لي يا دولا، يعني يا هل لو اديت لها فلوس هي هتسكت؟ يا هل يا هل يعني ايه؟ انا اقول لك يا دولا، يعني انت لو دلوقتي اديت لها فلوس هي اكيد طبعا مش هتسكت، هتقعد بقى تنحر فيك وتفتز فيك وهتجيبك الارض. تفتز ويا هل الاثنين مع بعض؟ ولا وانت خريج مدارس لغات ولا ايه؟ لا يا دولا، خريج مدرسه الحياه. المشكله بقى لو ما دفعتش، منطعي دي هتجيب كل المناطع اللي عندها، وكل نطع ونطع فيهم قد النطع. بص يا دولا، انت ولا يهمك، انت خربش تكسب على طول. ايه خربش تكسب؟ ده اعلان. انا هقول لك يا دولا، انت عارف الكروت بتاعه الشحن بتاعه الموبايل مش انت بتخربش فيها علشان الرقم يطلع لك؟ انت قعد بقى خربش فيها واستنطق عليها كده، وبكره هتبقى انت كمان بقى منطعي، وهي منطعي، ومنطعي على منطعي ما يبرمش يا دولا. يعني مش هندفع؟ لا 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 لا، مش هندفع يا سناء. بص يا سناء، احنا لو دفعنا الست دي هتفتزنا كتير. يعني السؤال هنا، يا هل لو رفضنا ندفع دي هتسكت؟ يا هل، يا نهار اسوح، رمزي بقى علينا كلنا. بص يا ماما، احنا لازم نتعلم من التاريخ، اي بلدين بيختلفوا مع بعض وبيجوا يتفقوا بيعلوا سقف الطلبات. يعني مثلا لو في بلد ماشي جت احتلت حته من بلد تانية، تيجي البلد التانية قبل ما تطلب الحتة اللي البلد الأولانية احتلتها، تقوم البلد الأولانية تحتل حتة تانية، فتيجي البلد التانية مش عارفة بقى تطلب الحتة الأولانية ولا الحتة الجديدة اللي احتلتها منها البلد الأولانية. عشان كده بقى يا ماما ما بيبقاش قدامهم غير الخيار الاستراتيجي، الاتجاه المشاكس. حكة ايه وبلد ايه وتانية ايه يا عادل؟ هو احنا بنقسم المطبخ؟ بس انا بقى لا يمكن اقعد مع الحشرة دي تاني. يا سلام، ما الحشرة دي انت كنت بتتكلمي معاها بمنتهى الذوق ومنتهى الاخلاق المرة اللي فات. ما هو الادب والاحترام والذوق والاخلاق بكسر سماها، وهي كمان ما طايتش تقعد ونزلت الزحلقت على السلم. الزحلقت؟ صدقي فكرة والله يا ماما. ايه، نزحلقها من على السلالم، ولا وهي طالعه نحط لها صمغ تلزق في السلمه الاولانيه زي الفار، وعلى نافوخها بقى بالشباشب نحدفها في دماغها؟ لا 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 يا سناء، لا بالصح طبعا، احنا مش عايزين نلجا لخيار الحرب، خلينا في الخيار بتاع السلام. السلام بيكسر شوكه الشرير دايما طول الوقت. عندك حق، السلام اسلم طريقه في التعامل معاها. جرايا يا سناء، انت كل شويه بتجنحي للسلام ليه؟ هي البنت دي شافتك يعني وانت بتزوغي من المدرسه؟ عموما بصي، احنا مش هندفع ولا مليم، واعلى مفخلها تركبه. طب وبابا يولع؟ ماما لو سمحت يا ماما، انا ما احبش ان انت تقولي كده على بابا، بعد اذنك يعني، بابا بقى ربنا يتولاه. نفس النتيجه، هيولع. اخيرا خلصت. ايه ده؟ دي السندوتشات اللي احنا طلبناها من امبارح؟ ايوه، انت عارف ما بحبش اتكلم ابدا، باخد وقتي. ضيف على رسول، بس ايه السندوتشات دي؟ دي سندوتشات يا بيبي، شامبينيون بالكو ديفوار. ديفوار ده مش ده بتاع افريقيا؟ ده كو ديفوار هو ده. هي دي احجار كريمه ولا ايه؟ يلا ربنا يكرم. يعني ده ترانزيت ولا من بره بره؟ هو عموما لو من بره بره او ترانزيت، في الحالتين احسن حاجه ليكي فعلا يا رانيا اشتغلي في مطار امبابه بجد يعني. جت 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 جت. انا عايزه استحمى. استحمي ايه؟ استحمي ايه؟ بقالي مش عارفه استحمي ايه؟ ماسكه عليك ايه يا بنت؟ اقعدي.
تشبعي؟ ما انتشعي بدل ما تتقطعي يا حبيبتي. تفضلي. الفلوس جاهزة ولا مش جاهزة حبايبي؟ الفلوس جاهزة حضرتك، هي بس بتتكوي. بتهزر بتهزر. بقولك ايه يا مدام، احنا بقى مش هندفع وممكن ترمينا سعيد من بير السلم. اللي انا بسمعه ده يا حبيبتي اكيد بتهزروا، انتوا بتستعبطوا بقى. حضرتك ليه متعصبه قوي كده؟ بتعفعت عليه ليه؟ ليه حضرتك؟ المساله ببساطه خالص، احنا قاعدين على المائده المستديره. ايه اتفضلي حضرتك اضربي سندوتش وانت بتتكلمي، نتفاهم عادي يعني. حبايبي انت اللي قلت لهم اكيد خليتهم ما يدونيش فلوس يا حبيبتي. بصراحه ولو مش عاجبك روحي اشربي من البحر يا اختي. مش هشرب من البحر يا حبيبتي، مش هشرب من البحر، هفرق قهوه ساده واشرب معاهم. ها يا اللي بتدوري على حل شعرك يا بتاعت التاريخ والصور معايا. اديها فلوس تعالج بابا، هي مالهاش ذنب ان بابا عيله وبتطلع من فلوسها الخاصه ليه؟ هي تاخد فلوس مننا تعالج ابونا. يا بت انت رجعتي في كلامك ليه؟ ماسكه عليك ايه؟ حكايه التاريخ دي؟ التاريخ العادي اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، الارض والحته والربع والتمن والتقسيم. انتوا قاعدين تسايلوا وسايبيني اكل في نفسي. خلصوا لخلص عليكم نفر نفر يا حبايبي. ايه ده؟ ايه اللي انا باكله ده؟ ده نازل جوفي عمال يقطع فيه كاني باكل ازاز مسلوق. حضرتك لا لا ده هو بس في الاول كده، بعد كده هتتعود عليه بعد ما يكون خلص يعني. لا لا ده سندوتش مولوتوف يا جماعه، بعدين هتنفجر بعيد. حلوه يا رانيا. تسم مراتي، تسم مراتي يا نبيل. يا بابا اول حاجه انا مش نبيل، انا عادل. تاني حاجه احنا ما سميناهاش، هي اللي مفجوعه وقعدت تاكل في السندوتش بتاع الكورتونزون ده. ومين بقى اللي عمل لها السندوتش ده؟ رانيا مراتي. يا حفيظ يا رب. ورانيا تعرف منين ان مراتي منطاعي لما بتتنرفز بتاكل اي حاجه قدامها؟ والله ما تعرف يا بابا، ده اللي حصل ده حصل بمحيط الصدفه. مراحيد الصدفه ماشي. وانتوا قلولات الادب يا انطاع، ما حدش فيكم يجي يسال على ابوه هو عيان ويدفعوا له مصاريف العلاج. يا بابا عيان ايه يا بابا؟ ما انت زي الفل اهو، جايب قميصك متشجر وما عندكش اي مشاكل. وبعدين يا بابا بطل الحركات دي، لو انت محتاج فلوس وفي اي وقت تعالى اطلب مني يا بابا، انا مش هتاخر. طب هات. يعني معقوله اعز عليك حاجه؟ ده انت ابويا برضو يا بابا. ماشي هات. يعني معقوله يا بابا مثلا تبقى انت محتاج حاجه وتيجي لابنك وتقول له هات وما يدكش؟ اكيد هيديلك. طب ما تبرز. بابا انت ليه بتعاملني ان انا غريب؟ انا ابنك يا بابا، اعملني عادي يعني. لا اله الا الله. طب والبنت اللي اسمها منطعي مراتي دي، انا لسه مغير لها جدار المعده بحاله. برضه هي في مقام امي، ما دام اتجوزت ابويا يبقى في مقام امي، وقت ما هي تحتاج حاجه تقول لك، فتبقى انت كمان محتاج حاجه فتقول لي، فهنتصرف يعني. معقوله اعز عليك حاجه؟ ما تقلقش خالص يا بابا. المهم انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا اخويا ربنا يخليك ليا. بابا ما تتكسفش يا بابا. بس يا ماما حاول بقى يمين حاول شمال، ما طالش مني ولا مليم، بس انا كنت متاكد يعني حب يلعبني بقى ويقول لي اصل مراتي كمان عيانه، اللي كانت جايه انا وعماله تتنطط علينا وتستهبل، جاي بيقول لي عيانه وشايل لها المعده. اتفضلي. شفت بقى زي ما قلت لكم بالظبط ان هو بيعمل حركات عشان يهبش مننا اي حاجه. ما هو واطي ومتجوز واطيه. يا مو انا صدقت فعلا ان هو كان تعبان وكان صعبان عليا قوي يا عادل. صعبان عليكي؟ عارفه بقى انا اللي كان صعبان عليا بجد مين بقى؟ انا كان صعبان عليا احنا ان احنا كنا خايفين عليه وان احنا كنا قلقانين وخايفين ان يبقى فيه مرض. وسلوى دي بالذات اما دخلت علينا الدخله دي احنا اتلبخنا فيها، لكن على مين؟ الحمد لله ربنا في اخر لحظه خلانا نعرف ان كل ده كلام فارغ. فعلا الطيور على اشكالها تقع. سيبك بقى من الطيور ومن انفلونزا الطيور، قولي لي بقى ايه حكايه التاريخ؟ وحكايه سلوى دي كانت تعرف عنك ايه؟ فعلا كنت بتخرج انت وهي وتروحوا تقابلوا شباب ايام زمان ولا لا؟ هو انا ما قلتلكش
لا طبعا ما قلتليش. طب ما انا كنت هقولك. طب اتفضلي قولي، الفرصه قدامك اهو قدام ماما عشان ما تنرفزش عليك. ما هو مش معقول يعني تبقى انت اخويا وما اقولكش. ما تقولي يا سناء ما تستهبليش. ما انا هقولك، ما هو مش معقول يعني الغريبه تبقى عارفه واخويا لحمي ودمي ما يبقاش عارف. قولي يا سناء عشان لو عرفت من بره. بصي، عارفه الجزمه اللي في رجلي دي؟ دي على وشك. ماما احكي لعادل. لما انت خلفتي عادل، بابا بقى قال لك ايه بعد الخلفه؟ ماما خدي وايه اللي انت لابساه ده؟ خدي الباربي اللي انت ماشي يا سناء. ايه يا ماما حكايه بابا لما انت خلفتيني دي قال لك ايه؟ ساتر، الشباك جايب صهد، جو حر نار يا عادل. بالعكس، انا شايف النهارده الجو الحمد لله ما شاء الله، يعني جو زي الفل النهارده. درجة الحرارة ارتفعت جدا، 70 فهرس نايل. أي كلام بتقوليه في أي حتة وخلاص، فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. أنت عارف لو درجة الحرارة ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح، زي ما حصلت الحادثة دي قبل كده في البلد الأوروبي اللي اسمه أيسلاند. طب أنت عارفة أصلا أيسلاند دي يعني إيه؟ ملهاش معنى طبعا، يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار أسوح، طبعا ليها معنى، مصر أم الدنيا معروفة أوي، لكن أيسلاند دي بقى أساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج. معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه، والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي، بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه، انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين يا سيدي؟ ده ام ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده، ام ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العارضه بقى. لا، التالت في الحمام. ايه ده، ما حطيتش واحد كمان في البلكونه؟ حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كريمها الحمد لله بتلات مكيفات، تحط واحد في البلكونه تجيب تروى للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه، العماره اللي احنا ساكنين فيها بظت لبره من كتر التكييفات اللي فيها، الا شقتنا، الشقه الوحيده اللي لسه ما بظتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي، احنا شقتنا بظه لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا، بعد كده مش هجيب اي تكييفات، لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير، كفايه قوي ان الزباله على الكهربا، هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. يا الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا، درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت، عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي، اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى، الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق الشهير بسامح فريون، مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يعني احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان، طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل، في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكو؟ ياسمين بنتكو مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا، اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه، حاجه سعرها مهاوي. ايه ده عادل، ده وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل وفيها ايه يا ابني؟ المكيفات بقت ماليه البيوت كلها، وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ ده انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. مغربي ايه ده؟ مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره، اطلع بره. والله لا بلغ عنك.
انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك نظام التقسيط عندكم يتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين وقسط على 5 سنين وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبه لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكله، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين. اكيد الراجل بتاع التكييف. مساء الخير. اهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانية واحدة يا اسطى، من هنا، اتفضل تعالى معايا، أصل أنا مامتي ضغطها عالي وبتتحرك بسرعة وبتسيح مننا، فأنا عشان التكييف لازم يدخل لها أوضتها، اتفضلوا. لا 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 استنى استنى أنت وهو، استنى استنى يا باشمهندس، إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الأوضة دي من فضلك يا باشمهندس، الأوضة دي الوحيدة اللي ما فيهاش شباك، وأنا خسيت النص أنا وولادي من كتر ما أنا في ساونا ما أقدرش. ساونا؟ هو أنت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتسمعوا كلامها؟ انتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، اكيد يعني، ده انا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك، اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته التكييف؟ لا يا ماما طبعا معقوله، مفيش حاجه تغلى عليك، ان شاء الله اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت وخلي جوزي يجيب التكييف يحطه في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. ايه انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهوا يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشله. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشله ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتبركلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. يا سلام. هموت من البرد. بردان قوي يا عادل. متلجه متلجه. بقول لك ايه؟ ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجه. وطيته كذا مره مش عايز يوطى، مش عارفه الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص، تطفيه خالص. ما تحاولش ما تحاولش، ما فيش فايده، ما فيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينه الكهرباء من بره. معقول يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعه؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما بحاول اكلمه اول ما لقيت التكييف هبل كده والراجل قافل موبايله، وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند، او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين هات البطاطين هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. يا بختيهم واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. ايه
قاعدين في التكييف متهنيين واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا لا بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو اللي مسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين؟ بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب يا رب التكييف يبوظ ويتحر، يا رب يا رب. امين. الحمد لله الحمد لله. انا دايت انعام، انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ اه نشتمهم نشتمهم، بس بهدى، لو شتمناهم برضو مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف؟ وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه، انتي تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. الحر اللي هجم مره واحده ده، الله 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 الله، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بقى، التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل يعني، اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما نقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عنيا. والله شوفي، والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي؟ كده يلا يا سناء، يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها، او احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزين نخش نتهنى بالتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شرك، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه، ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء، ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده، صيف ولا شتاء؟ السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعده جوه في التكييف ليه؟ الا الاقساط صحيح اخبارها ايه؟ خريف، والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ اكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار ابيض،
طب وبقيه الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف. معقوله يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا او اتجمدوا او ما شوفوا. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الاوضه دي، اصلهم جابوا تكييف جديد. ايه تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء امال؟ على 15 جنيه كل شهر، على 20 سنة هبقى سدده من المعاش إن شاء الله. طب بس أكيد يعني خد منك فلوس كتير أوي في تركيب. أبدا ولا مليم يا عادل، أصله معرفة. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي، والنبي خديني أبيت معاكي النهارده في التكييف. بقول لك إيه يا رانيا، ما تشغلوا تكييف أوضتكم. أنت ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ هلا ما ندفع معاكم الفاتوره بالنص ما تقلقيش. شيلي ايدك عادل، ماليش دعوه، اتصرف، انا هفطس حسيح. يا عادل كلم اللي اسمه سامح ده. ما انا بحاول اكلمه. ايوه دول حبيبي دول. عايز ايه؟ ايه يا دول؟ بص بقى يا عم، احنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحرب اللي احنا فيه ده، فانا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص، فقلت بقى انا فكرت يعني قلت اروح عند دولة حبيبي اقعد عنده في التكييف ولا حاجه ساعتين ثلاثه كده لبكره الصبح. من عينيا الكبير، من عينيا. يا سلام، وانا افتيك الساعه اما انت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف. ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم، يعني ولود عم. ولود عم؟ اه، اصيل اصيل يا دولا. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا، ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولا، اخيرا عرفت فضلكم عليا. هم فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان ما حدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه، النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولا. لا مش لدرجه بوس. اتفضل خليك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش خش. بس كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهواء. عليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا عادل. سيبيه، خليني اخلص شويه من اللي بيعمله فيا. يا دولا يا دولا، افتح الباب يا دولا، انا مش عارف انا حران ولا بردان ولا ايه بالظبط. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل، هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع، وبعدين يدخلوه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع، لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه، يطلع لي لبن زبادي. اتفضل. بس عادل ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل، وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ، يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه سائح، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك، انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي اتفضل اتفضل حبيبي. هذه ضحية من ضحايا التكييف بتاعته. اهو اتفضل، له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسواح. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركة عندنا عاملة عروض جديدة، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنة. لا يا دولا دولا. اهو يا ابني
دولا دولا هو هتدفع ولا مالين؟ احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. عالجك بيها؟ الشركة عندنا عاملة عروض علاج ضد أمراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنة. عالجني عادي. عالجك ايه؟ عالجك ايه؟ بيقولك 50 جنيه في الشهر على 20 سنة، يعني اقعد عليك فيك 20 سنة؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19. عالجني يا دولا عالجني. استنى يا ابني، اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 لا، نرمي روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومة. يا دولا، انت بتكتب الحسابات بره ليه؟ عم تكتبها في الدفتر اهو. حسابات ايه يا غبي؟ انا بكتب اشعار وافكار وقصائد ومعلقات، حاجات انت متفهمش فيها يا رمزي. دولا، انا كنت عارف يعني ان انت كنت شاعر كبير قوي يعني زمان، ليه ما فكرتش تكتب اغاني؟ بص يا رمزي، اغاني اللي انا بكتبها مستواها عالي جدا، مش اي حد يغنيها. يعني انا مستوى الاغاني بتاعتي وقف عند ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب، عبد اللطيف التلباني مثلا. معقوله يعني يا دولا مفيش ولا مطرب من بتوع دلوقتي يقدر يغني الاغاني بتاعتك دي؟ يا ابني الاغاني بتاعتي دي صعبه عليهم يا ابني. شوف الاغاني اللي ام كلثوم مثلا كانت بتغنيها زمان. سمعت القصيده اللي هي بتاعت ثوره الشك وهي بتقول أراك عصير الدمع؟ ده كلام عصير الدمع؟ طبعا يا ابني عصير الدمع، لان هو كان بيعيط جامد جدا عشان حبيبته سابته، وبعدين بيمسح بالمنديل وبيعصر كده، فالعصير ده هو ده عصير الدمع يا ابني. انت ايش فاهمك انت في حاجه زي كده؟ قابل الخواجه اللي جه. شاعر يا عظيم انت. اني سير في السير؟ سير؟ سير ايه بس عم الدنو؟ ايه ده، انت طلعت ايجيبشن؟ ايه ده؟ بهاء سلطان؟ اهلا وسهلا استاذ بهاء. ازاي حضرتك استاذ بهاء؟ والله بحب اغاني كل حضرتك يعني. بص عادي، بمشي من هنا وبقفل الباب وبقعد اسمع اغاني يعني. اهلا وسهلا استاذ بهاء. اتفضل، منور البازار والله ومنور الهرم كله. اهلا وسهلا. بدي اقفل الباب. ها ماشي ماشي، اصبر. اهلا وسهلا، تحت امرك، طلباتك. والله انا كان عندي حفله في امريكا الجنوبيه زي ما تقول كده، وكنت عايز شويه هدايا فرعوني. انت عارف بره بيحبوا الهدايا الفرعوني بتاعتنا قد ايه. طبعا معروف. عينيا ليك يا استاذ بهاء. ولا رمز، روح هات حاجه ساعه بسرعه. يلا عينيا الاستاذ بهاء. حضرتك على فكره يعني انا برضو مؤلف اغاني، بالف اغاني جامده جدا لعلمك يعني، بس مش اي مطرب يغنيها يعني. علشان كده ما تغنيتش لحد دلوقتي يعني. فين الحاجه ساعه؟ يلا عينيا الاستاذ بهاء. عينيا. على فكرة أنا ممكن أسمعك أغنية من اللي أنا كتبتها. لا ربنا يخليك، مش قادر والله. مش قادر إيه؟ لا حاضر، عينيا عينيا أسمعك. في أغنية كنت كاتبها بتقول 5 دقايق يعني، أسمعها لك؟ حاضر. 5 دقايق بيني وبين حبيبي، قابلته وشفته وسلمت عليه، أدي دقيقة. على ما قلت له السلام عليكم وقال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أدي دقيقة كمان. على بقى ما يشرب الحاجة الساعة، أدي دقيقة كمان. فين الحاجة الساعة؟ أنا مش قلت لك هاتي حاجة الساعة؟ عينيا الأستاذ بهاء. يا عم ما تجيبش حاجة الساعة، أنا همشي. أنا مش لا لا لا، أقعد أقعد أشرب الحاجة الساعة. حضرتك يعني هم فاضل 3 دقايق بس على ما يجيب الحاجة الساعة، هقول لك الأغنية بتاعت الثلاث دقايق دي. 3 دقايق إيه يا عم؟ دي بتاعتي أنا، دي غنيتها قبل كده. غنيتها قبل كده إزاي؟ زي الناس. زي إيه؟ أيوه يعني كنت بتقول فيها إيه الأغنية دي يعني؟ هقول لك. بتقول 3 دقايق أشوفك أقابلك، إيدك تلمس إيديا أشوفك أقابلك، عينيك تيجي في عينيا، لو زعلان عاتبني، لو غلطان حاسبني، لو عينك وقلبك قالوا لك سيبني سيبني، اشتقت لمعادك مطول بعادك، ولا عشان بحبك هتزود عنادك، نطيرك وعادلك انا طمعان في عادلك، انا من الحزن دايق لنتعب قلوبنا، لنرضى بعذبنا ونهرب من الحقايق،
انت حبيبي وبس، انت نصيبي وبس، نفسي اشوفك بس تلات دقايق. الله الله يا استاذ ماء، الله 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 الله. بس الله الله يا استاذ ماء. يعني بص حضرتك، يعني اكيد دي اغنيه مختلفه خالص، والتلات دقايق بتوعي غير التلات دقايق بتوع حضرتك. يعني هو ده بيبقى تخاطر توارد يعني مش اكتر. تخاطر توارد؟ لا ده انا لغيت فكره الهدايا دي من اصله، لغيت الرحله خالص. انا ماشي يا عم سامعك. طب حضرتك بس في اغنيه تانيه بتقول. لا بص انا هسمعك حاجه، انا عامل اغنيه اسمها كفايه عليك كده. سلام عليكم. انا ماشي. وعلى السلامه. طب يا استاذ بهاء، طب الحاجه الساعه. طيب يا استاذ بهاء، اوعى هبدا لغينا الرحله خلاص. سلام عليكم. الحاجه الساعه. طب مع السلامه يا استاذ بهاء. يا دوله بقى، يا دوله فرصه زي دي تضيع من ايدك. ما اشتراش يعني ولا اغنيه منك ولا رمز. انت لاحظت يالا ايه؟ بهاء سلطان بيحاربني. يالا ها كده بقى يا رمزي، فاضل لنا كام مطرب ما بعتنا لهمش؟ اقول لك سيدي كده، يبقى ناقص 3 مطربين. لا حلو قوي، احنا كده انجزنا. انجزنا ايه بس يا دوله بقى؟ هو في حد خد مننا حاجه يا عم، ولا احنا اصلا قابلنا حد منهم؟ يا ابني إيه؟ احنا عملنا اللي علينا، احنا بعتنا لكل المطربين خلاص. يعني اهاب توفيق احنا بعتنا له 3 اغاني مع البواب بتاع عمرتهم. عمرو دياب الحمد لله بعتنا له اغنيتين مع المكواجي، كمرهم في جيب بنطلونه الباجي الاسود، ها بيطلع بيه الحفلات دي على طول. الحمد لله يعني كله تمام، يعني انجزنا انجزنا يعني. بس انت عارف بقى دول انا قلقان من مين؟ من كاظم. كاظم؟ بالعكس، احنا خبينا اغنيتين جوه دبدوب ابو قصه ده، لان هو بيحب الدباديب قوي. مفتاح شخصيه كاظم يا رمزي الدباديب. دوله هو يعني ايه كاظم يعني؟ كاظم يعني قافش، بس يعني ايه مخبي. مية مية. انت دوله، طب قول لي بقى الخطوه الجايه يا عم على طول، عشان انا سخنت خلاص. الخطوه الجايه بقى احنا هنستنى المطربين دول يقروا ويستمتعوا ويتبسطوا من الاغاني اللي انا بعتها، ويتفقوا بقى مع الملحنين، وبعد كده يبعتوا لي. بعديها بقى اتشهر وابقى اجمد مؤلف اغاني في العالم العربي كله. الله يا دوله عليك، ان شاء الله انت ابن حلال على فكره. ولا حته اتنين شاي، يلا بسرعه. حاضر يا استاذ رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتسرقت، انا اتسرقت. اتسرقت ولا حته؟ ايوه يا استاذ رمزي. اقفل باب القهوه دي، ومحدش خارج من هنا غير لما يطلع محفظه دوله. محفظه ايه يالا؟ محفظه ايه؟ انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت يا دوله. طب وايه اللي خلاك تحط الاغنيه في المحفظه؟ مش محفظه في التلفزيون اهو، الاغنيه بتاعتي اغنيه اظنه. سامع؟ اه حلوه قوي يا دوله، حلوه. الود ايه؟ بقول لك اتسرقت. وحش قوي. باختصار بقى يا استاذ سلكها، انا الاغنيه بتاعتي اتسرقت وانا واقف متكتف ومش عارف اعمل ايه. شوف يا هندسه، العدل اساس الملك، وانا شايف قدامي ضحيه فنيه. اغنيه ايه بقى اللي اتسرقت منكم؟ اغنيه البكريه أيظنوا تلات تلات بس دي بتاعت بعرور. لا بعرور ايه؟ الاغنيه دي بتاعت انا. ايوه بس بعرور غناها وغنتها معاها مي عز الدين. مي عزة مين؟ يبقى هما الاثنين حضرتك متواطئين، والقضيه ارفعهم عليهم هما الاثنين. يعني انتوا متاكدين ان غنوة أيظنوا غنوتكم؟ إلا متأكدين حضرتك، احنا اكتر من متأكدين، وانا ممكن اسمع جزء لحضرتك وانت تحكم يعني. أيظن أني يا حبيبتي أخدعت، أيظن أني يا حبيبتي قد نسيت الأيام الخوالي التي كانت بيننا أيام الجامعة، أيظن يا حبيبتي إنني قد نسيت أيام كنا نمشي على الكورنيش ونأكل الذرة المشوي، أيظن يا حبيبتي أني أعبس بمشاعرك وأتركك وأخلع منك وأنا فضلك. أيوة بس دي مش الغنوة اللي غناها بعرور. هي يا أستاذ هي الأغنية، بس هو خدها وحرف في الكلام بتاعها. ما قالك أيظن، عايز إيه أكتر من كده يعني؟ أنا كده ابتديت أتأكد بس مش قوي حضرتك. طب أنا هقولك على حتة بقى عشان تتأكد قوي إن هم سرقينها مني. حتة أنا كنت، هو كان بيقول إيه بقى؟ كان بيقول سا 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 سيد يا سيد يا سيد.
انا بقى حضرتك اصلا كنت قايل ايه؟ را 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 رمزي يا رمز. هو هو حضرتك ده رمزي اهو اللي معايا. هو بقى عنده سيد؟ لو عنده سيد يقدم سيد. انا معاك يا دولة. وبعدين ايه السيد ده اللي بيقارنوه بي انا؟ مش دي سيد انكل. سيد انكل ده عم الوسط كله، يعني تاريخ الاغنيه الشعبيه، يعني تطور الموسيقى العربيه، يعني السلمه التاسعه من سلالم الموسيقى العربيه. يعني هو بمنتهى البساطه والصراحه هو الاب الروحي للاغنيه العشوائيه. طيب اوكي، لو هو ده بقى يعني يا ريت يجي يحل لنا المشكله دي، وخصوصا حضرتك ان انا خسرت جامد جدا. ولا رمزي، نعم، الاغنيه بتاعت ايظن بتاعتي دي مين اللي كان طالبها مني يا الاستاذ عمرو ايهاب؟ من ساعة ما غنى أنا عايش ومش عايش وكان متلخبط كده، سمع يظنه قفش فيها. ولا كي دي أهو حضرتك. أنا بقى أقول للعمر إيه دلوقتي؟ مدام الموضوع وصل لعمر إيهاب بقت مشكلة كبيرة، ولازم لها قاعدة مع سيد أنكل. متأكد يعني عم سلكها ان اونكل ده جاي؟ انا ابتديت اقلق. لا ما تقلقش يا جدع انت، الله، هي كلها دلوقتي شويه ويجي، ده تلاقيه بيخلص في قاعده تانية في غنوه تانية. على فكره دولا ان شاء الله طلبك ده مقضي. اونكل ده اكيد حنين. انت ايش عرفك يعني انه حنين؟ بيبان يا دولا، ده اسمه اونكل، يعني اكيد لعمهم لخالهم. ده بابو الرجاله. اهلا وسهلا يا عم اونكل. يا اهلا وسهلا. اونكل مين؟ اونكل مين ده؟ حي الله مساعد رابع لسيد اونكل. حي الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بالزعيم. يا سلام، زعيم الاغنيه العربيه سيد اونكل. سيد اونكل مين ده؟ حي الله مساعد تاني لسيد اونكل. دي عيله حي الله ما شاء الله، عيله كبيره قوي يعني. دول هم دول توام ولا ايه؟ لا يا ابني، ده واضح ان سلسله مطاعم. سيد اونكل ده فرع المقطم وده فرع التجمع الخامس. اهلا بعمنا. اهلا اهلا. وده ايه فرع ايه ده؟ اهلا وسهلا. ده فرع ايه ده؟ امال ده؟ ده سيد اونكل. اتفضل عمي اتفضل. عادي يا اولاد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عمنا، احنا جايين لك وعشمنا فيك كبير انك تخدم الشاب عادل. ايوه يا ريت يعني يا سيد اونكل. انا اسمع عن حضرتك يا اونكل انك انت سيد الاغنيه كلها. سيد اونكل يا اولاد. الله الله، سامع جراف جراف يعني ضخم. اهلا وسهلا. لا 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 لا، حاضر حضرتك اقعد يعني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. منور والله يا سيد اونكل. ايه ده؟ اتكلم انت اسلكها بالمختصر المفيد. ابدا، هو بس حصل سوء تفاهم بين اخونا عادل واخونا بعرور، واحنا جايين لك عشان توفق. بخصوص حضرتك؟ بخصوص اغنيتي فلزت موهبتي بكوره انتاج يا سيد اونكل. اولا انت دخلت غلط، لانك لو شاعر اصيل فعلا كنت تفهم كويس قوي ان الاغنيه من ساعه ما اتعملت ودخلت اللجنه وخدت الختم في اللجنه وعبرت الاثير بقت ملك المستمع. هو وجهه نظر حضرتك وجهه نظر صحيحه، ويبدو اني اخطات في التعبير، بس هيعوض في النحو والبلاغه. الاغنيه دي اغنيه ايه؟ ايظنوا ترت ترت. ايظنوا بتاعت نجات. مين نجات؟ لا ايظنوا بتاعت بعرور. الجماعه دول من هنا سلكها. حاضر. ايه ياخدنا فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا. هو عادي جدا. مع السلامه اسلكها. حاضر. مع السلامه. فين حضرتك؟ احنا قاعدين هنا في قهوه الحكومه. وصل البهوات اسلكها. حاضر. يوصلنا فين؟ ده انتوا اللي في منطقتنا ولا ايه؟ حقل ادب اسلكها. يا عم انت فاكرنا من كراكوتا ولا ايه؟ انت جاي تهددنا في حتتنا؟ ايه يا عم، ده احنا ملوك المنطقة دي. وعلى الله بقى تروح انت بالسلامة بقى، انت والبرجين بتوعك دول. اولا ايظنوا دي تأليف وتلحين ونغمات مجسمة بعرور مع مرتبة الشرف. يا سلام، امال ايظنوا اللي معاها دي بتعمل ايه؟ دي تبلها وتشرب ميتها. لا بقى، دي بلطاجة وقلة ادب وسفالة. انت شغلك كده مش هتروح من هنا انكل. لا هرجعك طن. كده؟ طيب احنا شرحنا نشرح بقى.
تشرح مين؟ الأغنية دي بتاعتي، محدش هيقدر ياخد مني أظنه. تراتا تراتا بتاعت عرور. تراتا تراتا بتاعتي. تراتا تراتا بعرور. تراتا تراتا بتاعتي. تراتا تراتا بعرور. تراتا تراتا يا ناري يا ناري. تراتا تراتا العرور بعرور. تراتا تراتا يا ناري يا ناري. تراتا تراتا بعرور بعرور. تراتا تراتا بس سكت الكلام ولا رمزي يا دولة. هنقطعهم هنقطعهم. انت معايا يا لأ؟ معاك يا دولة. هجوم هجوم. ايه بتاعتي؟ بتاعت معرور. بتاعتي. ترت ترت احتة. ترت 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 نادي رمزي. ترت 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 بالراحة. ترت 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 ترت. أنا بوجه كلامي للجميع ولن أستثني أحدا. لسلكها والبعرور والأنكل والكل حد، لن أفرط في حرف واحد من أيظنه. ليس هذا من أجل مصلحتي أنا فقط، ولكن من أجل الجماهير لكي تعرف الحقيقة. وليس هذا من أجلي ومن أجل الجماهير وفقط، ولكن من أجل مستقبل أغنية شبابية مستقرة. ما ردك على اتهام بعرور انك متضايق من الصب؟ بصوا انا المشكله ليست بيني وبين بعرور، بالعكس انا بقول له يا بعرور تعالى هنا اهو، ومد ايدك في ايدي، وتعالى مع بعضينا نلم تراث الاغنيه الشعبيه ونجمعه كله في اوبريت شعبي يكسر الدنيا. مستر عادل، ما ردكم على ادعاءات مستر سيليكا؟ مستر سيليكا زي ما انت قلتي هو راجل مدعي، دي كلها ادعاءات نصبوا لي فخ فني، ولكن من موقعي هذا بقول مهما ينصبوا لي هذا الشرك لن يهمني اي حاجه. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هذا ان هم ما تعدوش عليا بالقول بس، ولكن تعدوا عليا بالقول وبالفعل كما فعلوا في بقي ماي ماوس، وفي ايدي ماي هاند بول، وفي دماغي ماي هيد. الاول بدي اقول انه نحن ابناء امي واحده، بس شو هي مطالبكم سيد عادل لترجع التعاون بينكم وبين سيد بعرور؟ والله انا بكررها لتاني مره والتالت مره والرابع مره، وهفضل اكررها طول ما انا عايش. انا مش طالب حاجه معينه غير ان انا حافظ على اغنيتي. رجعولي ايظنوا اهلا وسهلا، ونقعد تاني على طاوله المفاوضات ونتفاوض ونتكلم ونعمل كل اللي هم عايزينه، لكن لن افرط في شبر واحد من ايظنوا. سمعنا عن مفاوضات بشأن تقسيم أيظنوا إلى كوبلهات. إن أيظنوا لن تقسم لا كوبلهات ولا أي كلمة. لن أفرط في شبر واحد ولا في كوبليه واحد من أيظنوا. نموت نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا. نموت وتعيش أيظنوا. وانت أول واحد جريت أساسا، واللي موتنا عشان أيظنوا. ما تقول أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. نعيش نعيش وتعيش أيظنوا. بصراحة الأستاذ عادل مسبل لنا القهوة بالورق اللي بيقول عليه شعر. حسيت إن ابني كان موهوب، موهوب قوي في الرسم. إيه أيظنوا دي؟ قال أيظنوا قال من أيام سامويل جاكسون وموزارت وشكسبير. الحقيقة لم تنطق الكورة الأرضية بمبدع وخارق ومؤلف عظيم كزوجي المأسوف على أمره المأسوف على قدره عادل سعيد. فراشة الحاج دولة. الله. بصراحة يعني أنا دولة ابن عم حبيبي يعني كنت متنبئ له بمستقبل ماهر، لأنه هو أكتر واحد كان بيتحدث معه هو أنا رمز حبيبه يعني، وكان بيتحدث بصراحة بمرجحية شديدة في الشعر اللي هو كان بيقوله. وشكرا للتحية. الحقيقة أنا دعيتكم النهاردة للاجتماع حول المائدة المستطيلة عشان نلم الدور ونهدي النفوس ونديك شوية فلوس. شوية فلوس إيه؟ لسه فاكرين دلوقتي تفاوضوا معايا
بعد ما فضحتكم بقت بجلاجل في الإعلام والميديا. ده المظاهرات يا أستاذ طالعة من أسوان لغاية مصر. وفي مظاهرة هتخرج من البازار بعد ساعة ونص يا دولة. التماثيل هي اللي هتقوم بيها. التماثيل دي هتبوظ لي القضية الله يحرقك. انت يلزمك كام يا أستاذ عادل علشان تحل عن ودنا. يلزمني كام؟ أنا ما بعش فني ومنتجاتي بملايين الفلوس. ما تطلعش فيها أوام كده عشان تنزل على جدور رقبتك. ده رافع قضية ويمكن يكسبها. يا سلام، انتوا جايين تهددونا في القهوة بتاعتي ولا ايه؟ عموما احنا جايين نراضيك، وانت عارف كويس ان ايظنوا دي مش بتاعتك. فضل ثلاث بواكي اهم، واوعدك ان الالبوم بتاع نانسي عجرم الجديد الهيت بتاعته هتبقى اغنية من تأليفك. نانسي عجرم دي بتاعتنا. احنا عايزين نعمل دوينتو مع هيفا. هيفا بتاعتنا برضه. لا لا لا، ده كتير قوي يا معلم. خلاص خلاص، نخليهم خمسة. ها، 5000 جنيه؟ ايه تلعب عليهم؟ العب عليهم ايه؟ لا 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 لا، حتى لو قلت لي 10 كمان انا مش موافق. الو، مين؟ ايه؟ بعرور كسب القضية؟ متشكر قوي يا متر، متشكر قوي قوي، نجاملك في الأفراح إن شاء الله. مبروك مبروك، بعرور كسب القضية، مع السلامة. أنا شايف يعني إن 10000 جنيه مبلغ مش وحش، أنا عشان مجيئكوا بس يعني عندي نوف القهوه. أنا موافق. أوكي، دول خمسة، يبقى فاضل إيه؟ 10 إيه يا سيادة المدعي؟ ما خلاص. طيب حضرتك عشان مجيئك والله هم 7000 جنيه والمشاريب عليا. لا لا، مشاريب ايه يا عم، كده كتير قوي دول. اسكت بقى اسكت بقى. انت فاهم احنا بنعمل ايه؟ ولسه في قضيه تعويض بالتشهير اللي عملته لنا، وانا اللي ارفع القضيه دي، ودول اتعابي. قضيه تشهير ايه؟ حضرتك يعني انا شايف ان ممكن 3000 جنيه اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليهم الاول اخدهم وخلاص، هسيب القضيه واسيب الحكايه دي. يعني التعويض ده مش اقل من مليون جنيه. طب ما تخليهم 500000 بس يعني. ولا ولا ولا، هم 3000 جنيه. 3000 جنيه ايه؟ احنا بنبيع ترمس ولا سوداني ولا حرنكش؟ بعيدا عن التسالي، يعني هديكوا 3000 جنيه تعويض وكمان معاهم 5 قصايد من بتاعي. 5 قصايد؟ قصايد ايه يا ابو قصايد؟ تصدقت نفسك ولا ايه؟ القصايد قال بين المحاكم. قال ايه؟ ايظنوا تلات تلاتة، ايظنوا تلات تلاتة. طب تلات الاف جنيه وعشر قصايد. طيب حضرتك تلات تلاتة. طب 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار. تلات تلاتة. طب حضرتك 3000 جنيه وعشرين قصيدة والبازار ورمزي.